في البورتري ديال اليوم غنهضروا على بن عبد الله ولا صاحبي نبيل. لا ماشي هذا، هذا ما عندوش الزيرو فوق راسه اللي كنهضروا عليه فايت مفلق في راسه. لا فلق يعني مضروب بحجرة. ايه هو هذا الوزير ديالنا نبيل بن عبد الله اللي كله طاقة بحال شي حجرة، تزيد في ايام العز في اواخر الخمسينات. رباطي ورباطي اجاب طرز الرباطي للهضرة، رباطي ود المدينة قديمة قاري لغات وحضارات، ترجمان واعر، بدا النضال في باريس. الرفيق بن عبد الله كان رئيس تحرير جريدة البيان، تقدم اشتراكي والمثل الاعلى ديالو علي عتا، وكان سفير المغرب في الطاليان. صدرو ديما مفتوح وفي سلسلة كاع رومانسي عشاق دواق هندية ولبينة وما عرف شنو داكشي، كيمارس التنويم المغناطيسي وكيقرا الافكار واخا تكون فراس بن كيران. صحيب رأفة الهجان وكيشد الميزان مزيان، هو اللي غنت عليه سينا يو ار هانسم، وغنت عليه سلمى رشيد سمعني نبضك، الموسطاش كاريزما وديما اصورتي. ونوض نوض جمع الوقفة وقفض وشد شي ميزان وعاد عادة والله يا الله رحبوا معنا بنبيل بن عبد الله.